مين؟ أنا. افتح يا أستاذ شرف. ترص هنا 100 رزمة من اللي خدتهم وتقول لي استلمهم فين؟ هاجيلك بكرة زي دلوقت. إيدي وجعتني؟ الشنطة مش لازماك ولا إيه؟ أنت إيه اللي جايبك هنا؟ اللي جابني هنا؟ هو مش اتفاق؟ هو الباشا مش قال لك برضه؟ قال لي إنك هتجيب لي شريط، هو مسجلهولي أنه هو. فين الشريط ده؟ جبت شريط؟ هاته. سلم واستلم. شريط إيه؟ روح اسأله هو شريط إيه؟ يلا اتفضل. واسمع، اوعى تعتب هنا تاني. ما تجيش هنا. أمال أجي فين؟ ما تجيش خالص. لما تبقى تجيب الشريط يبقى كلمني في التليفون وأقول لك أشوفك فين وإمتى. بلاش شغل العصابات ده، ما تشبهوناش. ما تبصليش كده. يلا وريني عرض كتافك وقول البي اللي سمعته. يلا. أنسة. أيوة يا أخوي، طلباتك. سؤال لوجه الله. اسأل. هم الجماعة اللي ساكنين في الشقة دي مش موجودين؟ شقة إيه؟ الشقة دي يا حاجة اللي في دور الأرض لا مؤاخذة. أيوة أيوة، شقة أم إسلام. أنا معرفش بقى هي أم إسلام ولا أم إيه. يا رب ما تعرفش أم إيه ده إيه؟ مش الأول تعرف وبعدين تسأل؟ أنا عارف إن اللي ساكن هنا الأستاذ شرف لا مؤاخذة. آه، فتح الباب. أيوة فتح الباب، الله يفتح عليكي. هنا ها؟ أستاذ شرف. ما توريني نقيتي ايه؟ أستاذ شرف. هو ما حدش بيرد ليه؟ عشان عزله يا اخويا. عزله؟ ايوه. ما توريني يا اختي نقيتي ايه؟ هتاخدي كام كيلو طماطم؟ 2 كيلو. دول اتنين، دول يجي لهم 4 كيلو. والنبي يا انسه، تعرفيش عزله راح فين؟ هما مين اللي عزله؟ هما اسلام والاستاذ شرف. وانا ايش عرفني يا اخويا؟ وانا كنت شيخ حاره؟ ما تروح تسال. تسأل فين بس يا رب؟ تسأل فين؟ ما تسأل في العوايد، ولا تسأل في الاسم، ولا تسأل في السجل المدني. ده ماله ده يا اختي؟ صبرنا يا رب. خلاص يا وزيرة البطيخ، بحسبك عارف. بقولك ايه، انت قلت سؤال لوجه الله وجاوبناك. سيبنا بقى طفحين الكوتة، صبرنا يا رب. يا ست ادفحي قوطة، ادفحي قوطة. عايزة ايه يا ام حسين؟ خلصيني. كل اللي انت شايفاه غلط ادفحيه. خد له هنا، ده 1,000,000. ان شاء الله باتله جوه البلعه دي. السلام عليكم، انا الاستاذ سيد خرده وجاي الاستاذ شرف. طب خش شيل. شيله ليه؟ هو عيان ولا جراله ايه؟ عيان ده ايه؟ هو مش بعتك عشان تشيل الحاجات دي؟ لا مش قصدك على الخير. لا بص، انا غير المره دي يعني جاي استدل بس. تستدل؟ تستدل ده ايه؟ على العنوان اللي هو عازل فيه، عشان انا يعني اللي بنقل له الخرده واللي خارج البيت والحاجات دي، وكنت عايز اتكلم معاه فيها. يعني انا بتاع الصرفه بتاعتها، بس اعرف العنوان بتاعه اللي هناك. يلا محمد بركات، ثاني في الجنب اليمين. جنب بس عشان. ايوه الله، انت نحس والله، انت نحس. انت وشك. اسلام اسلام، افتح الباب، مش سامع الجرس بيضرب؟ الله، انت يا اولاد. لحظه واحده بس. ايوه الناس واقفين على الباب مش سامعين الجرس. طب عرب. طيب يا ماما انا مش موجود، انا جوه الملعب. ليكوا في الملعب. الله يا عم، حرام عليك يا عم. فوق العرض، انا اللي هفتح. خلاص خلاص، انا هفتح انا يا بابا. الله حرام يا عم، رجلك ست. السلام عليكم. رد السلام يا استاذ. مين يا اسلام؟ مساء الخير يا استاذ شرف. تعوز ايه؟ لا يا باشا مش عايز حاجه، انا بقول له سلام عليكم وما ردش، فبقول مساء الخير يعني. بتقول له سلام عليكم ولا مساء الخير ولا تيجي اصلا ليه؟ كده برضه يا استاذ شرف، صح تعامل ضيوفك كده؟
انت عايز ايه يا جدع انت؟ اهدى يا باشمهندس اهدى وخليك حنين. بقول لك انت ايه اللي جايبك هنا؟ عايز ايه؟ انت بسال والدك يا عم هو عارف. عارف لو ما مشيتش من هنا دلوقتي؟ انت عارف يا استاذ شرف انا همشي من هنا. وبعدين بقى خش انت يا بابا جوه. انت عايز ايه؟ بس يا اسلام مش انا اللي جايبك هنا. بس يا اسلام انا مش هسيبه الا في البوليس. وانت بس عايز ايه؟ اسكت يا عبد الرحمن. انا اشوف اخرة الهبل بتاعك ده. شايف البهدله اللي انا فيها علشانك اهو فتحت بقي بكلمه عشان تعرف ان انا باقي عليك وشريك لاخر لحظه. طب خد نفسك وامشي احسن لك. ما ينفعش يا استاذ شرف. لا هينفع لو ما مشيتش من هنا هاخدك على اسم. اسمع يا راجل انت يا اخوانا اهدوا انتوا بس واسمعوني. انا المره اللي فاتت حكيت بس ما كترتش يعني. انت كذاب. ماشي يا عم انا كذاب وبتستهبل كمان. لو ما مشيتش من هنا هاخدك على اسم. اتصل بالبوليس عبد الرحمن. يا ابني بلاش فضايح. الناس زمانهم هيوصلوا. سيبه يروح لحاله. ماما ده عامل درويش وفضح بابا. يا حبيبي انا لو عايز افضح بابا ما كنتش جيت هنا. خلاص تعالى انا وانت نروح على الاسم. لا يا بابا انا اللي هطلب البوليس وبروح بقى اقول لهم اللي انت بتقوله ده عشان يودوك مستشفى المجانين. هقول لهم خزان من جوه خزان يا استاذ شرف. روح قول اللي انت عايزه. انت راجل كذاب. ماشي يا باشا. هقول لهم خزان مكيف يا باشا. انت بتستهبل. في حاجه اسمها خزان مكيف؟ والله اسال والدك هو صاحب البراءه وانا بتاع براءه الاختراع. طب امشي من هنا بقى اطلب لك البوليس. والله العظيم لو ما مشيت اطلب لك البوليس. جميل حلو والشقة أحلى. اتفضلوا اتفضلوا. ناقص بس سجادة حمراء وحرس الشرف. بقول لك إيه هرجع. سناء خلاص بقى سيبيهم مبسوطين. يلا يا أولاد يلا يلا. إيه ده يا باشمهندس لو سمحت؟ مش هسيب. تدخل يا عبد الرحمن هات التليفون. أنا هطلب لك بوليس ينادي بنفسي وهيوديك مطروح. بلاش يا أستاذ شرف. لا كده أنت مش هتمشي إلا بالبوليس بقى. بوليس إيه يا إخوانا وأنتوا ماسكيني وأنا طالع على المواسير لا مؤاخذة وبعدين لو رحت القسم وآخد بابا معايا. أنت تاخد بابا معاك؟ هو حضرتك أصلك مش واخد بالك يا باشمهندس. أصل إحنا الاتنين شركة لا مؤاخذة. شركة في إيه يا جدع أنت؟ أنا هبعت لك استهبالك ده. أنت فاكر نفسك درويش بجد؟ في يا إسلام؟ في يا عمي؟ ده الراجل اللي أنت جبته لنا ودماغه بايشة. بتاع الصور؟ بتاع الصور يا باشا والمجلات والجرانين والخزان والاخ والاخ. مين قالك ان انا عايز صور ولا عايزك تعملني شيخ وتبني لي مقام وتعمل لي مولد؟ اهدى بس اهدى يا استاذ شرف. الراجل ده بيستهبل يا عمي. انا بستهبل ماشي. ومش هتمشي من هنا لما تنسى هنا خالص وتنسى بابا خالص. بس بابا بقى ما اقدرش انساه لا مؤاخذه لان انا من محبين وبالمريدين لا مؤاخذه. بص يا باشا نحبهم يبهدلونا ازاي؟ خلاص خلاص يلا يلا امشي ومش فاكش هنا تاني يلا. لا يا استاذ شرف بس انا ما اقدرش لازم اشوفك. خلاص بقى يا راجل روح لحالك. انت واقف ليه؟ لا ده قرفني في عيشتي من مطروح للسياله اللي هنا مع ان انا طلعته من الازمه والله ما رضيتش احبسه في التخشيبه. حقك عليا يا استاذ شرف. وادي راسك ابو ساعة اوعى تفرتك القرشين. طب اوعى انا عايزك لا تبص راسي ولا تبص ايدي. طب رجلك تنفع يا باشا؟ خلاص بقى يا عم انت ايه ده؟ خلاص يا اخوانا خلاص. سلام عليكم باي باي. اعتبروها زي ما تعتبروها. بنحبك يا شرف باشا. سلام عليكم. معلش يا دكتور محمود. هو ده الراجل اللي بيحبك؟ الحب بهدله. لما تتفضلوا يا جماعه هتفضلوا واقفين على السلم كده. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضل يا عم اتفضلوا يا جماعه. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا اسلام؟ ازيك يا علاء؟ اهلا يا جماعه. اتفضلوا. تنمت يا اسلام؟ نايم. انت ما نمتش ليه؟ مش جاي لي نوم. طب يلا نايم. انت لسه جاي من السفر وما قعدناش من الصبح. بقول لك ايه يا اسلام؟ انت لسه هتقول الصبح بقول اللي انت عايزه. يلا نام. انا عاوز اتكلم معاك في موضوع كده مش قادر اتكلم مع حد غيرك فيه. موضوع ايه؟ تنطق يا ابني قلقتني. انت شفت الراجل اسمه خرده ده اللي جه النهارده؟ ماله؟ انت سمعته وهو بيقول خزان من جوه خزان صح؟ كذاب. وابوك قال كده؟ بس انا شفته يا اسلام. شفته ازاي؟ شفته في شقة المحافظة. خزان من جوه خزان زي ما بيقول. خزان من جوه خزان؟ ايوه. بس ابوك قال انه كذاب. واديك شفت قال له ايه النهارده؟ ما هو ده اللي مخليني مش عارف انام يا اسلام. يعني بابا ممكن يكون بيكذب علينا؟ لا طبعا بابا عمره ما كذب. نهار اسود. الراجل كان بيقول من سنة سنة ونص. يكون بابا ما تكملش. اوعى تفكر كده. انا فكرت زيك كده. قلبي كان هيوقف كنت هموت. قفل قفل على الموضوع ده. حاول تنام. انت هتعرف تنام؟ طب ازاي بقى؟ هو انا هيجيلي نوم لما اعرف الحقيقة؟ لو الحقيقة كده انا مش عايز اعرفها. عايز اموت قبل ما اعرفها. بابا ده عمره ما كده.
انت لسه صح لحد دلوقت؟ انا مش جاي لنوم وبصراحة مش عارف اعمل ايه. قلت تطلبني. معلش انا متأسف بكلمك في وقت متأخر. اصلا انا استنيت لما الاولاد يناموا. قفلت على نفسك الاوضه وطلبتني؟ قفلت على نفسي ايه؟ انا بكلمك من البلكونه. واقف في البلكونه؟ يا قاعد في البلكونه. ما هو يا البلكونه يا كنت اكلمك من الحمام. لا البلكونه ارحم من الحمام. لا انت عامله ايه؟ انا كويسه. انت عامل ايه؟ الحمد لله كويس محتاس. طلعنا روحي بصراحه. الله يكون في عونك. عندك افتتاح الشقة والضيوف مبروك. ابقى عازمنا. الله يبارك فيكي. بس انا مش عازمك هنا. انا عازمك هناك في مطروح الشقة اللي جنبك. الشقة الجديدة؟ شقتك. شقتي؟ ايوه طبعا شقتك. وما انا بشطبها على ذوقك ليه؟ عشان تعيشي فيها. الشقة اللي هنا دي شقة سعاد بفلوسها. أنا ما أقدرش أعزمك هنا. وأنا بصراحة عايز أعزمك العمر كله. ألو أصل أنت بصراحة وحشاني قوي. أنت ما بترديش ليه؟ بقولك وحشاني قوي. قاعد اكلم نفسي انا هرجع اقول الكلام ده ازاي. انت ليه مش جاي هنا؟ طب رايح فين؟ اطلع اقعد بره ولا في البلكونه؟ لا اصل الخط اتقطع. ايوه انا قعدت اكلم نفسي قلت كلام كتير قوي بصراحه. كلام حلو مش عارف اقوله تاني. انا كنت مرتب كلام تاني خالص وقعدت احفظ فيه من مطروح لهنا بس اللي قلته طلع احلى كتير قوي علشان قلته من قلبي. لا لا انت اللي بصراحه. انت ايه اللي وقفك كده يا عبد الرحمن؟ الو شرف. الو شرف انت كنت عايز حاجه؟ اقفل الخط يا بابا. شرف انت فين؟ انا بقفله هو اللي مش عايز. بس حضرتك كده هيخلص. معلش بقى اكلمك بعدين. ايه ده؟ معقوله يكون حصل حاجه؟ اكيد في مشكله. جيت ليه؟ ايه يا ابني ما قعدتش بره ليه؟ اصل بابا. بابا ماله؟ قعد بره في البلكونه فقلت اجي انام. طب يلا نام. تعالى يا بابا انا هقوم انام هنا. عايز ايه يا ابني؟ عايز حاجه مني؟ لا يا بابا متشكر. حضرتك هتنام مش كده؟ اه. اصل كنت بقول اسلام صاحي يا بابا. هو لسه كان هينام. ملوش لازمه الكلام بقى. معقولة عبد الرحمن سمع؟ خد باله يعني انك بتكلمني؟ هو عارف ان انا بكلم واحدة بس مين ما عارفش. طب انت قلت له ايه؟ انا ما قلتلوش حاجة. انا كنت عايز اكذب عليه كلمة بيضة اقول له حد بيكلمني بالشركة او اي حد معرفة يعني. بس هو قفل عليا. تصوري ما كانش عايز اخويا يسمع ولا عايز نتكلم في الموضوع. هتقول له ايه؟ والله ما عارف اعمل ايه. عايز تقول له انك كنت
احنا لسه نسأل؟ بلاش نسأل، على الأقل نراجع نفسنا. تفتكر ده ينفع؟ ما عادش ينفع يا مليحة، انت ست مطلقة وأنا راجل مطلق، مراتي مطلقاني. شرف، أنا مش قادرة أصدق، مش متخيلة إزاي سعاد قدرت تبعد عنك. أمال لو أقولك إنها كانت طالبة الطلاق بالتلاتة وأنا اللي قلت طلقة؟ مساء الخير يا شرف بيه. مساء الخير. أهلا وسهلا. يا ريت سلمناها المدام اللي شرفتنا وشرفت مطروح كلها. متشكرة أوي. المطلوب على حسابي بعد إذنك. لا لا، شكرا جزيلا. إزاي؟ ده شرف ليا يا شرف بيه إن أشرف اتنين في البلد ياخدوا حاجة على حسابي. إحنا دفعنا خلاص. بالسلامة.